انضم إلينا عبر خدمة سكايب من طبرق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فوزي الحداد. أهلا يا دكتور بك على شاشاتنا الغد. أولا أسألك عن إفادات اللواء أحمد المسماري، هل هي يا دكتور لإثبات تقدم الجيش الليبي رغم كل ما يدور من انتهاكات تركيا أو سياسات لرجب طيب أردوغان وطمعه في الأراضي الليبية، أم العكس هي لإثبات التدخل التركي ومن ثم يتراجع الجيش الليبي عن مخططاته؟ حقيقة أن التدخل التركي اللي تم طوال الفترة الماضية وتحت نظر طبعا أوروبا اللي تتكلم اليوم فرنسا أخيرا وبكل تأكيد بضوء أخضر واضح من واشنطن، فنحن نرى أن الضوء الأخضر لمن يا دكتور تقصد؟ الضوء الأخضر للرئيس الفرنسي، الضوء الأخضر الأمريكي لمن؟ للرئيس الفرنسي أم كان أصلا لرجب طيب أردوغان؟ لتركيا طبعا، على اعتبار أن دائما الولايات المتحدة دائما تحمل حساسية كبيرة لأي تواجد روسي في المنطقة الشرق الأوسط وبالذات في ليبيا، فعندما ظهر التدخل الروسي المتزايد داعما للجيش الليبي بكل تأكيد رأت واشنطن أن تحجم هذا الدور عن طريق دفع تركيا يلعب دور في ساحة المعركة الليبية. كل هذا طبعا تم تحت بصر أعضاء حلف الناتو الآخرين وأهمهم إيطاليا وفرنسا اللي هم أصلا متداخلتين في المشكل الليبي بشكل كبير، وكما تعلم أيضا عقدة مؤتمرات على أرض روما وباريس لحل الأزمة الليبية. من هذا المنطلق تتحرك تركيا طوال الفترة الماضية دون عراقيل سكر، لأن الأسلحة التي كانت تصل إلى مصراتة وإلى طرابلس جسر جوي وبحري تحت نظر بكل تأكيد عملية إيريمي في البحر المتوسط اللي مدعومة من مجلس الأمن واللي مناط بها مراقبة حظر تسليح إلى ليبيا. لكن عملية إيريني يعني تبعتها يا دكتور فوزي، تبعتها عملية إيريني، لم تستطع حتى تفتيش السفن التي كانت محملة بالمرتزقة أو بالسلاح إلى ليبيا، أليس كذلك؟ وبالتالي يبقى السؤال، الرئيس الفرنسي أو حتى اليونان أو حتى إيطاليا، هل تستطيع أن تتصدى لهذه الأطماع التركية على الأراضي الليبية؟ أم هو الضوء الأخضر الأمريكي كما ذكرت يحول تماما دون ذلك؟ هو هذا ما يحول دون تدخل باقي الدول الأوروبية بالذات، لأن فرنسا وإيطاليا وحتى اليونان بإمكانها أن تتدخل بكل سهولة في البحر المتوسط وتقفح جماح التغول التركي في ليبيا، ولكنهم يعلمون أن هناك اتفاقات بين تركيا وأمريكا لمحاولة زحزحة النفوذ الروسي من ليبيا، وحكاية زحزحة النفوذ الروسي من ليبيا قد تشترك فيها حتى مصلحة مشتركة حتى لإيطاليا ولفرنسا إلى حد ما، ولكن هذا الأمر لا تريد أوروبا أن يستمر طويلا، لأن أيضا لا تريد وجود تركي على الضفاف البحر المتوسط أو الضفة الجنوبية لأوروبا أيضا، وبالتالي فإن أوروبا واقع الحقيقة في مأزق. عبرت عنه اليوم فرنسا بكل صراحة، أخيرا تحدثت فرنسا واعترضت على التدخل التركي، ولكن طيب. بعد وقت طبعا متأخر جدا يا دكتور، الملف الليبي للأسف الشديد يشابه السيناريو السوري إلى حد تابعت يا دكتور فوزي، تابعت مسألة الزيارة الروسية التي لم تتم إلى إسطنبول، هل هو بين الطرفين هل هي كبيرة، هل تلتأم سريعا، أم سنرى أمرا من أمور المقايضة ربما بتوزيع قاعدة النفوذ بين الطرفين في سوريا وفي ليبيا؟ أقول هذا بكل صراحة، للأسف الشديد هناك تأثير كبير جدا للوجود الروسي التركي في سوريا ولوجودهما أيضا في ليبيا. هناك الآن معارك في ليبيا تجري بالذات في سرت، وسرت تعتبر يعني هي البوابة المهمة أو الرئيسية للدفاع الجيش الليبي عن الهلال النفطي، الخيار الاستراتيجي الحقيقة واللي فيه طبعا معظم ثروات الليبيين، أقصد الأربعة موانئ المهمة تصدير النفط الليبي. تركيا تريد أن تسيطر على مدينة سرت، لكن الجيش الليبي حتى الآن يتمسك الحقيقة بهذه المدينة ولا يريد أن يفرط فيها. روسيا أيضا تدعم الجيش الليبي في هذه المعركة، ويبدو أن هناك تحضير لصفقة ما، هذه الصفقة لأنها لم تتم الحقيقة فشل اجتماع اليوم في اسطنبول بين وزراء الدفاع والخارجية الأتراك والروس، وهذا يقودنا إلى تحليل وهو أن معركة سرت ربما تحتدم في الأيومين المقبلين نتيجة لهذا
لهذا الفشل ولعدم الاتفاق هذا. يبدو أن المعركة سوف تؤجل وتوضع النتيجة تناط بالميدان الآن، ربما في معركة سيربيا من تحدد متى سوف تلتقي روسيا وتركيا مرة أخرى على مائدة المفاوضات أو الاتفاقات التي لا نحن لا علاقة لنا بها. حقيقة الشعب الليبي كل ما يريد الشعب الليبي هو انتهاء كل هذه الحروب وحكومة وحدة وطنية واحدة وجدول زمن للانتخابات رئاسية وبرلمانية. ولكن هذه التدخلات بالذات التدخلات التركية السافرة ومن رأيها طبعا تنظيم الإخوان المسلمين، التنظيم الانتهازي الدولي الذي يريد أن يستعين حتى بالشيطان في سبيل الحفاظ على مستفاداته التي يسيطر عليها الشديد في ليبيا. شكرا جزيلا. عبر خدمة سكايب من توبروك كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فوزي الحداد. شكرا جزيلا دكتور.